الله الرحمن الرحيم. النهاردة هننبه عن مرض الإيدز. احنا يهمنا جدا ان احنا يعني نقول ليه احنا بنتكلم عن الإيدز. احنا مش عايزين نخوف الناس بخصوص مرض الإيدز، لكن عايزين ننبه ان التحدث عن الإيدز هام جدا في هذه المرحلة، لان زي ما بنقول ان الحديث عن الوقاية خير من العلاج، ده إذا كان في علاج، فما بالنا بمرض ليس له علاج حتى الآن. ثانيا، أن الإيدز كل 15 ثانية هناك مريض ما في مكان ما في العالم بيصاب بعدوى الإيدز. ثالثا، أن أصبح الآن في خلال 92 كان عدد مرضى الإيدز 13 مليون، 93 أصبح 14 مليون، السنة دي 16 مليون. الإيدز ليس مرض محلي، الإيدز ينتشر في كل بلاد العالم الغنية والفقيرة، وفي نفس الوقت هو مرض له فترة انتشار ويسبقها فترة، يعني بعدها في فترة ظهور. يعني الإيدز بينتشر في فترة بيكون فيها كامن، مش ظاهر أي عدوى، لمدة قد تصل أحيانا إلى 13 سنة، وبعدها بتعقبها ظهور الأعراض المرضية، ومن ظهور الأعراض المرضية إلى الوفاة بيكون 92% من المرضى بيتوفوا في خلال سنتين، وعمرهم لا يتجاوز من 17 إلى 49 سنة. ولذلك من الأهمية أن نتحدث عن الإيدز الآن وليس غدا.